بلقاء مع مخرج إحدى هذه المسلسلات يتحدث إلينا شادي الرملي مخرج مسلسل كشف مستعجل. نتابع. لو سمحت عاوز أكشف كشف مستعجل. الدكتور سهام عز الرجال. سهام عز الرجال. بالنسبة للمسلسلات الخمستاشرات، بالنسبة لعدد الخمستاشرات، وحتى ممكن كمان يبقى فيه 10. انت مشكلتك ان انت في رمضان عندك 30 يوم، ف بقى عندك مسلسل 30، بقى عندك مسلسل دلوقتي نوع 15، ممكن في يبقى عندك 10 او 3 عشرات زي ما بيقولوا، او بتتقسم. المهم ان انت ما تمطش الحدوته، ما يبقاش الموضوع فيه مط والناس تزهق. انت الناس كلها عجبها الكبير قوي، كان 30 حلقه. يعني مش معنى ان 15 ان انت ضمنت النجاح، مش معنى ان انت 15 ان انت ضمنت ان مفيش مط. على فكره يعني انت في فيلم ساعه ونص وبتطلع منه مش طايق نفسك من كتر الايقاع الواقع او من كتر المط والتطويل. الحقني يا يوسف. ما بقاش قدامك غير 12 يوم. هو انت خاطبني ليه؟ عشان تاخدني كوبري فهم؟ ايه ده؟ قلبي مش مرتاح لك. تعالى لي. بالنسبه لتجربه المنصات بالذات في رمضان، ده نوع مشاهده غير التلفزيون، غير السينما، ده حاجه جديده. المنصه ده بتاعت العصر اللي احنا بنعيشه. هي الرهان الحقيقي واللي هيكمل، مش العكس. انت ما بتراهن على التلفزيون، فانت بتراهن على صعب ان هو يستمر بالشكل اللي احنا شفناه في الثمانينات والتسعينات. خلاص ده ماضي. الحمد لله على السلامة يا معلم. ما بقتلش نسوان، كنت قتلتك يا سهام. كده يعني هتخش الجنة؟ مفيش الناس مسلسلات هتحقق النجاح اللي هو كلنا بنشوف شاشة واحدة، لا، كل واحد معاه شاشة في ايده. وده شيء جميل، انت بتختار تشوفني وبتدفع فلوس عشان تشوفني، فأنا لازم أكون على قد المسؤولية دي. أنت مش معدي على التلفزيون، مش حد قال لك ده مسلسل حلو ولا مسلسل حلو، انت مقرر تشوفه وبتدفع ثمن ده. فاتمنى ان انا ما اكونش ضحكت عليك يعني. التجربه كويس مع مصطفى وعبد الرحمن، تجربه لطيفه جدا. الاثنين زي ما بيقولوا كواليسهم لطيفه. من شغل كويس قوي يعني، اكتر حتى ما كنت متخيل. يعني انا اتفاجئت ان هم ما اشتغلوش حاجه دراما مع بعض قبل كده، رغم ان هم اصحاب عمر. يعني اللي انا فاهمه ان هم اصحاب من قبل ما يحترفوا، ان هم لسه هواه، ان هم لسه طلبه. فاستغربت ازاي كل ده ما اشتغلوش في عمل درامي. وهم كان اول ما بشوفهم الاثنين على الفريم شكلهم يعني في حاله كوميديه لطيفه. الاود كابل اللي هو الشخصيات الشخصين اللي عكس بعض، يعني كل واحد ليه سمات مختلفه، فده بيعمل حاجه لطيفه بالنسبه للكوميديا. انا بتحط في حوار انا مش ايه ده، انت بتمشي يا حاج.